عامل تطوير مساء الفل يا حاج، التحكيم، ربنا وان معاك شاء الله يبقى له دور في تطوير ان شاء الناشئين الله اللي طالعين دولت، ان شاء الله. والتعاون مع الكابتن عصام ومع الكابتن محمد حسام والمجموعه القديمه اللي هو عصام صيام، لان لو ما فيش تكاتف في الفتره اللي جايه ديت عشان نعوض اللي فات هتبقى الامور صعبه جدا كتير. اعلن لنا بقى رسميا الدوره الرباعيه، واعلن لنا رسميا الهابطين، ثم يعني المباراه الفاصله بين التاسع والتاسع. طبعا زي ما حضرتك قلت، احنا ما دام في ثلاثه اشتركوا في نفس عدد النقاط بناخد الثلاث فرق وبنعمل جدول بينهم كانهم عاملين دوري لوحدهم، وبالتالي يوصل بتريشيت نعيد مع بعض النتائج، فاز على الزمالك وتعادل معاه واخد اربع نقاط من نادي الزمالك، ومع الشرطه واخد ثلاث نقاط ومهزوم مباراه يبقى عنده سبع نقط، نادي الزمالك كاتب الشرطه ومتعادل معاه يبقى اربع نقاط، وبعد كده عنده نقطة من بتروجيت يبقى خمس نقاط، يبقى بتروجيت تابع الزمالك خمسة، الشرطة متعادل مع الزمالك يبقى عنده نقطة، وكاسب بتروجيت المباراة يبقى عنده أربع نقط، يبقى بتروجيت أول سبع نقط، الزمالك ثاني خمس نقط، والشرطة ثالث أربع نقط. يعني إذا بتروجيت أول، الزمالك الثاني، والثالث هو اتحاد الشرطة الرياض. اتحاد الشرطة. الهابطين. الهابطين نادي القناة ونادي المنيا. لا مش القناة، قناة. القناة صح. قناة والمنيا. قناة والمنيا مظبوط في المجموعة الثانية. التليفونات يخش المباراة الفاصلة إن شاء الله. واللي يخش التليفونات المباراة الفاصلة. إن شاء الله. اللي هي هتبقى بين الرجاء وحزن المحلة. أيوه. متوقفة على مباراة يوم الاثنين إن شاء الله. والإنتاج في المجموعة الأولى هبط. الإنتاج هبط في المجموعة الأولى. بالظبط. ونتيجة المباراتين المباريات المباشرة. في صالح غزل المحلة. في صالح غزل المحلة إذا انتهوا في تعادل النقاط. لو تساوي يبقى الرجاء اللي يهبط، والمحلة تلعب المباراة الفاصلة مع تليفونات بني سويف. مع تليفونات بني سويف. بالظبط كده. الدورة الرباعية أهلي وسموحة وزمالك وبتروجيت، هتعملوا قرعة ترتيب المباريات لما بينهم إمتى؟ إن شاء الله يوم 18 عشان يبقى في وقت كافي إن إحنا ننسق مع الأمن على الملاعب. اللي احنا هنحطها بناء على جدول المباريات. فلازم نرجع للامن طبعا قبل ما نعلن الجدول كامل بالملاعب. لكن القرعه يوم 18. لان احنا هننهي يوم 16. ندي فرصه ان احنا نختار الانديه يوم 17 ونقعد يوم 18 ان شاء الله نعمل القرعه. ايوه. مع مندوبين الاربع انديه. وبعد كده نحط الملاعب المقترحه. وننسق مع الامن علشان نقدر نحدد الجدول بشكل نهائي ونعلنه. اللي هو اليوم والمكان. اليوم احنا مقترحين طبعا يوم 27 زي ما حضرتك عارف عشان ما نخرجش كاس عالم. بالظبط. 27 و2 و6. ايوه 27 و2 و6. 2 و6 لان الثلاث ايام دول ما نخرجش كاس عالم. تمام. 27 طبعا زي ما وعدني العميد ثروت من اسبوعين، احنا بعد ما نحدد الاربع فرق ونحدد الملاعب المقترحه، ان هو الامن هيحاول يجيب موافقه الامن على يوم 27 لان هو هيوافق يوم جمعه. هيبقى يوم جمعه بالظبط. طبعا دي خدمه من الامن طبعا يكملوا منهم معانا، خدمه للجماهير كلها ان احنا نلعب في اليوم دوت، لان ما فيهوش كاس عالم. 26 في كاس عالم، 28 في كاس عالم، ودول المعادين اللي هم البديلين ليوم 27. صح كده جدا. الدوره وفقا لاخر كلام من دور واحد. انا شغال طبعا طبقا للشروط المعتمده، محدش بلغني باي تعديل، فبالتالي انا حاطط كل المشروع الجدول بالنسبه للدوره الرباعيه وكاس مصر على الشروط اللي هي دوري من دور واحد، والكاس ان شاء الله هيتلعب 21 و22 وهنلعبه برضه الساعه 5 ان شاء الله عشان خاطر الناس ما تتحرمش من مباراه كاس العالم اللي في مباراه الساعه 7. تمام. وبعد كده نكمل ان شاء الله يوم 10 و11 14 و15 ونهائي 19، وبرضه الثلاث مواعيد دول مش هيبقى فيهم مباريات كاس العالم. 100 100 100 100. انا بشكرك حاج عامر، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. بشكرك شكرا جزيلا. خلاص وضحت الرؤيه تماما. تمام في امور وانتهى الامر. طبعا اللي فاضل بالنسبه